الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمدك اللهم حمد الشاكرين، ونسألك الهدى والرضا والتثبيت واليقين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلقد أكرمنا الله تعالى وشرفنا ورفع قدرنا وأعلى ذكرنا إذ جعلنا خير أمة أخرجت للناس، وجعلنا سبحانه أمة وسطا، وجعلنا سبحانه أمة شهادة على الأمم، وجعلنا سبحانه أمة علم ومعرفة وهداية. ونشر الله تعالى من محاسن هذه الأمة ما نشر، وأظهر من مناقبها وفضائلها ما أظهر. ثم إنه لا والله لا شرف ولا مقدار ولا فخر ولا ذكر ولا منقبة للأمة إلا من حيث إنها تابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فبه شرفها الله، وبه رفع الله تعالى قدرها، وبه جعلها الله تعالى أمة وراثة للهداية، وبه جعلها الله تعالى أمة علم ومعرفة. فلما أن انتسبت الأمة إليه وتعلقت به ونقلت هديه وأخلاقه ومحبته ورحمته للعالمين شرفت بذلك، وأعلى الله تعالى قدرها بذلك السبب، حتى إن أحد الشعراء من السابقين الصادقين لا يصف هذا المعنى فيقول: وإذا ما الجناب كان عظيما مد منه لخادميه لواء، وإذا ما عظمت سيادة متبوع أجل أتباعه الكبراء. فلما أن كان الحال كذلك، فلقد أوجب الله تعالى علينا لذلك أن نحبه صلى الله عليه وسلم، وأن نوقره، وأن نعظمه، وأن نقوم معه بحق الأدب اللائق بجنابه.
ثم إن للأمر من وراء ذلك سرا عجيبا، ألا وهو أن الله تبارك وتعالى قد مزج ذاته المشرفة وشخصه المعظم بشرعه الكريم. مزج الله تعالى شرعه وهديه ووحيه ونوره بشخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكمال ارتضائه واصطفائه ومحبته وقدره عند الله. فلما أن امتزج الوحي بذاته المشرفة صارت الرسالة عين الرسول، فجعل الله تعالى نطقه وحيا وفعله هديا وحركته وسكنته دينا، فصارت الرسالة عين الرسول وصار الرسول عين الرسالة، فصار صلى الله عليه وسلم معلما من أعظم شعائر الله التي أوجب الله تعالى علينا تعظيمها، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا يكاد يتهيأ لأحد أن يقوم بواجب التعظيم على وجهه الأكمل إلا إذا ما نبع التعظيم عن محبة وتعلق وشغف، فإن القلب إذا ما تعلق وأحب بذل من المتابعة والاقتداء والاهتداء والتعظيم لمن يحبه ما بذل. فأوجب الله تعالى علينا محبته صلى الله عليه وسلم والتعلق به، حتى لقد وردت الأحاديث الصحاح المسندة المروية في أصح كتب السنة المشرفة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل لقد قال لعمر رضي الله تعالى عنه: حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. وحتى قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولقد قام الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بواجب التعظيم والمحبة والنصرة، حتى لقد نقل وروى لنا واحد من الكبراء في ذلك الزمان قال: ولقد دخلت على كسرى وقيصر فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. إذن فلقد أوجب الله تعالى علينا محبته وطاعته وموالاته ونصرته، ولو لم تكن قضية المحبة واجبة بالأمر الشرعي المحتم لكانت واجبة بحكم الطبع السليم والذوق المستقيم، فلقد سبقت ومضت وسلفت آيات العطاء والمنة منه صلى الله عليه وسلم إلينا، ولقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان. ولقد قال أهل البصيرة وأهل الربانية وأهل العلم: إن الإنسان لا يكاد يحب أحدا إلا لواحدة من إحدى ثلاث: إما أنه يحبه لجمال أو لكمال أو لإحسان. وإذا ما فتشت في واقع علاقتك بالناس من حولك وتأملت من وجدت لهم في قلبك بارقة محبة، فإنك تجد أن محبتك له راجعة إلى واحدة من هذه الثلاثة: إما أنك تحبه لنوع جمال كسي به، وإما أنك تحبه لكمال أحاط به، وإما أنك تحبه لإحسان سبق منه إليك. ولقد اجتمعت ثلاثتها على وجهها الأكمل
في شخصه وذاته المشرفة صلى الله عليه وسلم، بل إن الثلاثة ما نبعت ولا فاضت ولا عرفت إلا به. أما الجمال فإنك تراه في كتب الشمائل التي تصور لك هيئته الخلقية التامة، وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من بهاء المظهر وجمال الهيئة وسني الطلعة. وأما الكمال فإنك تجده في كتب الخصائص التي تصور لك مقدار ما خصه الله تعالى به من صنوف الخصائص النبوية المعظمة. وأما الإحسان فإنك تجده في كتب السيرة. أما الجمال فإنك تجده في كتب الشمائل، وأظهرها كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي. وأما الكمال فإنك تجده في كتب الخصائص وأوفاها كتاب الخصائص الكبرى للإمام السيوطي. وأما الإحسان فإنك تجده في كتب السيرة، إذ ترى مقدار ما عانى صلى الله عليه وسلم من جهد وتعب وهجرة وإيذاء وتحمل وصبر ومشقة وتعليم حتى يوصل إلي وإليك دين الله تعالى كاملا تاما غير منقوص، وحتى يستنقذ رقابنا ورقابكم من النار، فلا والله ما من أحد سبقت يد التحنان منه ومضت آيات الإحسان منه إلينا كما سبقت منه صلى الله عليه وسلم. وحيث قد اجتمعت دلائل المحبة الكاملة وشواهد الإحسان الكامل من الجمال والكمال والإحسان من الشمائل والخصائص والسيرة النبوية، فإن القلوب الصافية الصادقة إذا ما طالعت أقل القليل من هديه الجليل صلى الله عليه وسلم، فإنها تتحرك بواجب الوفاء له وبكامل المحبة له. كيف لا وقد روى ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا حظكم من الأنبياء، وإنما أنتم حظي من الأمم. فأجر الله تعالى قضية المحبة المتبادلة ما بين هذين الجنابين المعظمين، الجناب النبوي المعظم وجناب الأمة المحمدية الموقرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن لمحبته صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. اللهم إنا نسألك كمال التعلق بحضرته، وكمال التخلق بشيمته، وكمال العمل بسنته، وكمال الخدمة لأمته. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. بمدح طه العربي، بمدح طه العربي تحلو صنوف الطربي، تحلو صنوف الطربي فالهج به يا مطربي دوما تفوز بالأربي، دوما تفوز بالأربي. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي مزكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي مزكي النسبي من وصفه في الكتب.